نروح لتقرير ولقاءات مع الجمهور في مدينة العالمين الجديدة ورأيهم في فعاليات المهرجان. مصيف ايه بقى والعالمين؟ جميل جدا جدا جدا، مش اول مره اجي العالمين، انا كذا مره اجي ومش اول مره، والعالمين جميله وانا بحب العالمين. طب ايه اللي بتشوفه هنا في العالمين بتشوفه مختلف عن اي مكان تاني رحته؟ زي ما قلت لي واضح انت بتسافر حياتك كتير. الحفلات. هل انت اول مره تيجي العالمين؟ وفخور بمنطقة العالمين والإبراج والفيوهات اللي حوالين البحر والشواطئ، بصراحة منظر هايل هايل هايل، والحفلات عمرو دياب ويجز والناس دي يعني مظبطين الجو هنا في العالمين. إيه أكتر حاجة هنا لفتت انتباهك في العالمين؟ اللي لفتت انتباهي المنظر والفيوهات. كلمني اكتر بقى عن يعني تجربتك في مدينه العالمين. مكان راقي وجميل جدا، وفي ناس من جميع انحاء العالم وروعه كده، مكان خيالي، اول مره اشوف حياتي. طب قول لي ايه اكتر حاجه بتحبها هنا؟ الحفلات والناس اللي ماشيه والستايل لبس والحاجات الجميله كده. احكي لي عن تجربتك بقى في العالمين. هو من 3 سنين يعني احنا جينا وهي اللي كانت لسه بتتبني، والنهارده جينا المره الثانيه فلقيناها طبعا مختلفه تماما، جميله جدا، وفيها السبورتس فيستيفال هيبقى موجود والحفلات، فلقيناها جميله جدا الحقيقه يعني. فمن 3 سنين لحد دلوقتي شايفه ايه اللي اختلف فيها؟ الحاجات كتير قوي يعني، تقريبا ريكسس بقى موجود، المول، الكافيهات، يعني برضو الشواطئ.